هناخد وراك فراخ زي ما انتوا عايزين بقى، 5، 10، 3، 2، انتوا والعيله يعني حسب ايه حجم العائله اللي هتاكل. اوكي، ايه اللي هحط معاه ايه عشان بس الحدوته؟ هنحط بصل كاريه وهنحط فاصوليا بيضاء برضه حسب الحجم، يعني ممكن تحطوا مثلا كيلو فاصوليا بيضاء و10 وراك حسب الحجم. احنا بنودي الفكره وازاي بنعملها. ومعايا بقدونس لايك نص كوبايه بقدونس حلو بقدونس، وثلاث معالق كده حلوين من الثوم المفروم، وفلفل حار بمزاجكم بقى، كتير قليل دي براحتكم، ومعجون طماطم. اوكي، زيت زيتون، ملح وفلفل. طيب هعمل ايه بقى؟ الاول هاخد كده شويه زيت وادهن الايه الاوراك. هناخدها كده شويه تكون سخنه واحطها كده، مش كتير، اعلم بس هو التسويه بتاعتها كلها في الفرن. انا عايز احط شويه بصل يعني نونه كده هنا، اديها تشويحه بس، اديني البصل ايه تشم ريحه الشوي. اوكي، تعالوا بقى نشيل ده، ما عنديش مشكله في الثانيه، لا تاني لا، معدن ما يخشش فيها المفروض. دي زهر ومش واخده طبقه، يعني هي كده كاست ايرون. وهاجي هنا احط بقيه ايه الخضروات والبقوليات. طيب هنحط البقوليات، والتومات، كل ده يتقلب مع بعضه مع شويه زيت، فلفل حار بقى براحتكم، انما يعني انا ايه بحط شويه فلفل حار زياده شويه، ملعقه اتنين. والله بقى بصوا، عايزينها الصوص بتاعها يبقى احمر قوي صلصه يعني حطوا كتير، عايزينها تبقى يا دوبك يبقى ايه ما تحطوش اكتر من اللي انا حاطه ده اللي هو ايه 3 معالق. وبعدين هنقلب الكلام ده مع بعضه، يتقلب كله مع بعضه، وناخد دول اوكي، ونحط شوية ميه بقى. حلوة، قولي لي بقى رصينا وبتاع ومش عارف ايه، هنحط بقى شويه ملح مش على الفراخ يعني، هقول لكم بس هنعمل ايه، شويه ملح المناسب يعني. اوكي، وشويه فلفل واخده لون وكل حاجه، ويعني ايه مش محتاج منها اكتر من كده، فعشان انا مش محتاج منها اكتر من كده اغطيها عشان اخد التسويه.